في التحليلية، فرنسا تعتزم ترحيل المتطرفين من أراضيها، من يحدد المعايير؟ بعد فشل التحالف السعودي عسكرياً، حكومة صنعاء تواجه الحرب الأمنية داخل العاصمة. وعد بلفار زرع إسرائيل في المنطقة، فمن هو وماذا كان وكيف بات التطبيع وعداً جديداً؟ وفي قضية اليوم، رحيل روبرت فيسك نقل واقع المنطقة كما هو وأنصف قضايا شعوبها، فهل أنصفه العالم العربي؟ وهل هو وأمثاله استثناء في الإعلام الغربي؟ التحليلية تأتيكم يومياً 6:00 مساءً بتوقيت القدس الشريف.